الأربعة متاع العشية كالعادة تسمع فينا على 93.5 في تونس الكبرى ولا 91.2 في صفاقس أو على 106 في نابل والوطن القبلي على الفيسبوك ديوان اف ام شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف وإلا موقعنا على الانترنت ديوان اف ام نت. خليفة سرحان ابتسام سامي ومعز حاضرين شن نكملوا معكم ما تبقى من هذه التغطية المستمرة. باش نرجع منين الصورة الأخرانية اللي كملنا بها الماضي ساعتين هي صورة عائلة ومنزل الشهيد خير الدين الليفي. كان عندك تعليق وقت خليفة لكن جاء وقت الأخبار. أنا والله تعليق على الصورة اللي أثرت فيها برشا. علاش؟ لأنه الأجواء والمناخات هذيك نعرفها مليح، نعرفها هذون منين يجوا، معناتها الحرس ومنين يجوا الشرطة ومنين يجوا الناس اللي في الخندق الأول اللي دافعوا علينا ضد الإرهابيين ومن أجل اللي أمنون هذا. وأنا نشوف في الصورة حتى الزميلة عجزت حتى على التعبير أمام الشهادة متاع ولد عمه، وخلي نحكو بلهجة نتخلى شوي على الجندرة، أما دموع الرجال غالية برشرة. ولد عمه كي أجهش بالبكاء هو يحكي واستأنف، وقلقته الصورة، مش الصورة في حد ذاتها قلقته، قال لك اللي تتحط صورة الإرهابي فوق صورته هو. هو في بعض المواقع اللي ما يفهموش رمزية الصورة هذيك، واستأنف وقال ولد عمي راه شجاع، راه جمل. نعرف شو معناتها جمل، رمز الصبر ورمز القوة، وراه قتله لأنه تغدر، ولأنه بالفعل الإرهابيين يغدروا لأنهم أجبن عباد، ويلزم الناس تعرفها اللي من أجبن ما وجد على وجه الأرض هم الإرهابيين، لأنه غير قادر حتى باش يواجه العقد الداخلية متاعه، غير قادر اللي هو يكون في الحد الأدنى متاع الإنسانية باش ما يمرسش القتل. الصورة أنا اللي جبتني فيها وتقريبا الصورة اللي يسمعوا فيها في الدواخل لو يحكي على الحنشة والحزق واللوزة ونعرفهم المناطق هذوكم برشا، صورة دار عربي في ريف وتلقى بعيد عليها شوية الدار اللي بدأ يحضر فيها هو ياجور شاري ياجور وعامل السيناج يفهموني ومش يبدأ يبني. هذيك هي قصة أولاد الشعب، كو يخدم حضر الياجور متاعه. أنا وقت اللي شفت الياجور من قبل حتى الزميلة تقول، قلت هذه أكيد هو منزل الشهيد اللي حضر فيه للزواج. لذلك نرحم روحنا شوية، نرحمه بالفعل، راه هو السياسة. وللأسف أنا ديما نقولها، لو خيرت اللي ما نحكيش في السياسة ما عادش نحكي فيها برشا، لكن اللي غالب هذه جزء من مهنتنا الصحفية اللي نحكي في الجانب هذا. وفي الأوقات هذه العصيبة الواحد يخجل باش يحكي في السياسة، وندعو بالفعل السياسيين اليوم بالذات حكومة ومعارضة اللي يتفرجوا في الفيديو هذا، يتفرجوا فيك اللمة تحت الشجرة وكراسي البلاستيك والدار اللي ما كملتش والياجور ومشروع الراجل اللي مش يعرس بعد 3 شهور يلقى روحه شهيد، فقط اتفرجوا فيها وأنسوا كل شوي في مخاخكم، وأنسوا الاختلافات، وأنسوا السلطة، وأنسوا تسجلوا مواقف، وأنسوا كل شيء. فكروا برك في الشاب هذاك الصغير، فكروا في الياجور اللي بقاها كاكة اللي هو الكبير في عائلته، اللي شوف قديش ضحت أمه وبوه وضحوا أخته باش يوصلوه باش يشد حرس، وشوف باش يشد حرس باش يشارك في الكونكور وينجح، ودبرش كتف باش يدخله باش يشد حرس ويروح لأمه بالزي ويحبس بالكرهبة وهو لابسك الزي، وأمة تشعر بالفخر هذي الكل اليوم فقدت ولدها. هذه هي للحظة أنسوا كل شيء وفكروا في الصورة هذه، تنجموا تحبوا بلادكم لأن هذوكم هاكم ملح الأرض. هو راهو حتى شيء ما نجم يعوض، راهو حد الشهيد ما نجم يعوض حد شيء، لكن نعرفوا مليح الشهداء من المؤسسة الأمنية والعسكرية شنو اللي صار لعائلتهم من بعد، اللي معرسين اللي ملقاو شرتريت متاعهم اللي ملقاو حد شيء. واليوم عندنا المؤسسة هذه مؤسسة فداء، اليوم راهو سامي مؤسسة فداء اليوم ما عندهاش ميزانية، ما عندها مقر، شنو من بعد شنو باش نجموا نعملوا بها مؤسسة فداء؟ نعرف انه راهو نعاود ونأكد وراء حد شيء ما نجم يعوض لهم ولدهم الشهيد خير الدين. سامي عندها قانون يزي، علاش نسحقوا أكثر؟ نحن هبطوا في الرايد الرسمي ونعملوا عليه هلاله وننساوه. هوك عندها مقر في المنزه وعساس يظلي ورئيس منعرفش يجي كل يوم ولا، حتى يظلي كتسألوا الناس يقولهم بطلت.
لأنه وقفت العمليات الإرهابية لمدة والحمد لله، فنسينا أنه عنا عائلات متاع ناس ضحايا للإرهاب، ونحن حركنا البوز وحركنا الحدث وتحركنا الصورة السريعة والتعليق السريع ونسخنه مع الحدث، ومن بعد كل شيء يمشي على روحه. المشهد هذا يا ولد العم اللي تحدث وقال لي نحن ما زلنا موجودين وما زال عنا صغار اخرين مستعدين انه نعطوهم لتونس. الحقيقة انا اشعر بالخجل انه عنا نخبة سياسية بعيدة برشا على وعي مواطن بسيط في منطقة تمثل الاطراف متاع المحور اللي هو معناها مدينة صفاقس، اللي هذه تجي في اطراف الاطراف متاعها. هذا هو معناها الناس اللي تشوف في الحرس والشرطة المصعد الاجتماعي الوحيد اللي عندهم باش يخرجوا من حالة العدم الى حالة البحبوحة النسبية. هو لأنه هو سعيد جدا بالمنزل هذاك، سعيد جدا بالزواج، وهو الخول الكبير اللي هي يكفل بعائلته كاملة بأخواته وغيره. وهذا هو، هذه قصة 60% من الدواخل من مناطق من مدن الغبار، مدن الحزن، هذه اللي ما معناها فماش فرحة. غادي الفرحة الوحيدة هي أنه ينجح في كونكور الحرس وينجح في كونكور الحاكم ويمشي ويتنقل ويمشي لبلاص أخرى ويتغرب ويتعب، وخلى وراه خطيبة وخلى وراه مشروع زوجة وخلى وراه أم. خليفة قال دموع رجال غالية، دموع نساء أغلى، لأنه فما معناها أم مكلومة موجوعة بقات اليوم تعزي في الناس وتقبل في الأعزاء فوق كراسي بلاستيك وتحت خيمة، وتعرف أنه غدو باش خص عليها شهرية ولدها. ما نعرفش الوضع الاجتماعي متاع الناس هذي، والناس هذي لم تطلب سمعناش، ما قالش عيط لنا المعتمد باش يعطينا زوز خدم ولا يعطينا شهريه ولا يعطينا حاجه. سمعتش قال عندي ولادي مازال في حمل عتيق. قال جاونا وبارك الله فيهم، عطاونا الكراسي البلاستيك والماء. لا التقطتها مليح، يعني عطاونا كراسي البلاستيك والماء، هذا هو معناها الناس نوع طالبه مش طالبه اكثر من هكا. الناس قنوعه معز، معناتها الناس ماهيش طالبه كما ما قال سامي، ماهيش طالبه حاجه مستحيله. وانا نحب نرجع لهنا الكلام اللي قاله سامي على مؤسسه فداء، والله بالتجربه الصغيره معز اللي عشتها في المجتمع المدني، تم حاجات تحرك التوانسه كل بمختلف مشاربهم. احنا كنا في العوده المدرسيه مثلا للصغيرات نتكفلوا بالاعانات اللي تمشي في العوده المدرسيه الى اخره. يا ودي الناس اللي تتحرك والناس اللي تكلمك كيف معناتها، حتى صحيح الدوله عندها جانب، هذوما اولادها، هذوما اولويه الاولويات بالنسبه للدوله التونسيه، الناس اللي تقاوم في الارهاب، وانت عندك حرب ضد الارهاب من اكثر من 10 سنين، يعني هذوكم لازمك تحضر لهم مخطط كامل اللي باش يكونوا هما في خدمتهم، يكونوا يخدموا في خدمه باهيه، عندهم احسن عتاد. نحكيهم ما نحبش ندخل في تفاصيل تقنيه سمعناها في 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 المواجهه الى اخره، ممكن تجي نرجعوا مش اليوم، لكن كيف الله لا يقدر واستشهدوا برشا معناها في المؤسسه العسكريه والمؤسسه الامنيه، لازم الدوله تتكفل بهم. وكيف زاد ثم مكونات في تونس اللي تنجم تنفتح وتعاون مع تتساهم في مؤسسة فداء أو غير مؤسسة فداء، خاطر نعرف ونحب ولا نكره ثم أزمة اقتصادية وأزمة مالية، ممكن ثم إشكال حتى في تمويلات مؤسسة فداء، لازم مؤسسة فداء تنجم تنفتح على المجتمع المدني وعلى المجتمع. معز أنا كان تسمح نحب نرجع إلى الخطاب وأهمية خطاب الوحدة والبيانات اللي قرأتهم ابتسام قبل ما نرجعه. اليوم ماهوش وقته بكله، مانيش مش نحكي على بيان بالخصوص ان كانت ناس في السلطه ولا في المعارضه لتسجيل اهداف اللي سمينها احنا تسجيل اهداف، والا تسجيل نقاط سياسيه، والنقاط السياسيه هذه تضر اكثر منها تنفع. التوانسه اليوم ثم دم، ثم شهداء، ثم ناس ملكومه، ثم ناس معناتها شفنا معناتها العائله فاش قاعده تعيش. الاهداف السياسيه صدقني حتى عند المجتمع التونسي ما تسوى حتى فرنك وما تسوى حتى دوره سلطه ومعارضه، معناتها هذه الحكايات ما هي مش تقدم حتى شيء ومش تضر السياسيين هذيا، وكان يسكتوا خير وما يتكلموش احسن. اخر نقطه وخلنا نحكيوا فيها معز مثال، خاطر قاعدين نشوفوا في ردود افعال في ما يتعلق بالعمليه و معناتها ابار استشهاد ثلاثه امنيين، يعني الهجوم اللي صار على الغريبه وبعض الجنسيات، خلينا نحكيوا الجنسيه الاسرائيليه اللي موجودين في معهد الغريبه، معناتها وهذايا الناس نشوفوا قاعده تحاور تبرر كما قال سامي قبيل يعرجلها النقطه، وحاد تلوش في نوع من التبريرات، ما ثم حتى تبرير. الاجرام اجرام والارهاب ارهاب، واحنا نختوى احنا
مينيش انا مش نسق عليه اتيكيت نتاع تطبيع ولا غير اتيكيت نتاع تطبيع. احنا نتعارك مع الدوله نتاعي في علاقه بالتطبيع واحنا الناس ضد التطبيع. هاتوا نرجعوا لها. لا 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 هاتوا نرجعوا لها. ماهوش مش اليوم اما هاتوا نرجعوا لها. راه مش تابو. راه ماهوش شي تابو. حكينا فيها. الباسبور الاسرائيلي فما شكون دخل بالباسبور الاسرائيلي وتجب تلقى في الكاردون باركو تل ابيب على طريق تركيا واسطنبول. اي نحكيو اي نسالش اي معناتها الناس دخلت الباسبور. انا نتعارك مع دولتي ونتعارك مع حكومتي وانا ضد انه اسرائيليين انهم يجيو لتونس بجواز السفر. بجواز السفر الاسرائيلي. لكن اليوم وقت اللي وصلوا لتونس هذيك عركتي ما بين حكومتي ما ثم حتى مبرر وما ثم حتى داعي اني نبرر ونقول خاطرهم اسرائيليين ولا خاطرهم شنو هما انه نحاول نلوج في نوع من التبريرات انه للعمليه هذه اللي هي عمليه ارهابيه احنا وصفناها من الاول الى اخره ما ثم حتى مبرر. هم وصلوا لتونس قبلتهم الدوله التونسيه تحت حمايه الدوله التونسيه وتحت حمايه المواطنين التوانسه. العركه الاخرى عركتنا احنا مع دولتنا مع حكومتنا وهذا ما عنده حتى مبرر وندخل في مبررات. واحنا حتى خليفه يتذكر احنا وقت اللي في العمليات الارهابيه وقت اللي نخرجوا للشارع وننزلوا وسرحان وسامي وقت اللي نرفعوا شعارات ثم شعار ذكرته قبل وما ننساهوش الجهاد في فلسطين يا تجار الدين. معناتها ما نبداوش ندخلوا في الامور في بعضها ونحكيوا على لا هذوما جايين من جنسيه معينه ونحاولوا نلقاو نوع من التبريرات. هذا يختير معز وخطير جدا للناس اللي قاعده تعمل فيه. هذه عمليه جبنه عمليه غادره. واللي جاهد في فلسطين يقتل في زميله مو لاباس ساعه. صحيح يقتل في زميله مو لاباس هو ساعه. معناتها ما نبداوش نخرجوا في التخريجات اللي عندها الاساس لراس. احنا العمليه كي حكينا على الاستهداف معناتها السيناغوغ نتاع الغريبه قلنا كل المقاومات نتاع العمليه الارهابيه موجوده. هذا غدر زاد قتل زميله الى اخره في انتظار التوصيف الرسمي لهذه العمليه وما ثم حتى مبرر وحتى داعي انه نحاولوا نلقاو تفسيرات والتبريرات للسيد هذا اللي ذبح زميله وقعد ابرياء مهما تكون جنسيات نتاعهم مهما تكون الاختلافات اللي عندنا معهم مع الدوله في وجودهم في التراب التونسي الى اخره ما عنده حتى مبرر. واي واحد يبرر ولا يحاول يلوج في تخريجات هو التبرير لعمليه اجراميه قد تكون ارهابيه. سرحان وسامي انا فما زوز نقاط نحب نعلق عليهم. اولا النقطه المتعلقه بصوره منزل الشهيد. انا ندعو التونس اللي يسمعوا فينا وما مش قاعدين يشوفوا اليوتيوب يدخلوا يتفرجوا في الصور هذه ويرجعوا حتى شويه للتاريخ. يعني صورة بيوت أو منازل أغلبها الكل يجور مش ملايقة أصلا. يعني يتأكد لك أنه الناس هذوما شهدائنا اللي هما بالعشرات للأسف الشديد هما خلاصة الشخصية التونسية هما خلاصة المجتمع التونسي. الأكيد أنه الألاف اللي قاعدين يسمعوا فينا تو يلقوا رواحهم في التصوير هذه صورة التونسي الطفل الذي ينشأ في عائلة بسيطة جدا يقاوم للوصول يقاوم باش يقرأ لأنه عملية الوصول هي عملية مقدسة بالنسبة للعائلة هذه. عائلته تضحي بكل شيء باش هو يوصل يخدم وقت اللي هو يخدم ويولي ياخو الشهرية الأولى والثانية والثالثة وتبدأ عائلته تخرج من مستوى خط الفقر يقتل. قتل هؤلاء هو قتل للأمل للعائلة هذه مش قتل فيزيائي مش قتل بالمعنى فيزيولوجيا يعني أنك أنت قتلت شخص قتلت الأمل خاصة وأنه هو الكبير في عائلته يعني هو القاطرة متاع عائلته هو النموذج متاع عائلته هو اللي بشي يخلي إخواته صغار يوصلوا هو اللي يصرف على إخواته صغار بشي يقرأوا هو اللي يصرف على أمه هو اللي يصرف على أبوه. وأحيانا حتى في الحومة أو في حي وشعبي يكون مثال يقتديوا به الصغار بشي نجموا يوصلوا كيفه. يعني قتل النموذج وقتل الصورة الإيجابية وقتل الحلم وقتل الأمل. هذاك علاش نقولوا نحن راهو ماهيش مجرد عمليات بسيطة تقرأ ببعض المفردات ثم تنسى. هذه مسائل كبيرة برشا لازمنا حتى في مستوى التربية والتعليم يكونوا نماذج الناس هذوم. رانا في التاريخ لازمنا نقراو الناس هذوم في التاريخ نقراو شهدائنا اللي ضحاو برواحهم باش البلاد هذه تستمر. راهو الناس هذوما لازم مساميم تكون موجودة في الكتب معز نقريو عليهم صغارنا مش نقريو في حاجات تافهة أحيانا ما عندها حتى قيمة. في عوض ما تشدوا طفل صغير يقرأ سنة ثالثة ورابعة تعلموا في المنسج اللي أنا شخصيا ما نيش فاهم أصلا التقنية هذه بشنية تصلح بشنية تصلح للتلميذ التونسي تقريه الناس هذوما تقريه الشهداء اللي ضحاوا بحياتهم. احنا قاعدين نعملوا لهم في رومبوان ونصب تذكاري معناتها تلقاها معبي بالحشيش وبالاعشاب الطفيليه ولوحه مكتوب عليها الشهيد فلان الفلاني هذاك اش عملنا له؟ هذوما اللي تقراوا. اكل عام نتفكر صارت مشكله في معرض الكتاب لانه حاولوا
أنهم يعيدون إحياء ما حدث في متحف بارد، وجابوا بعض الأمنيين في ركن معين، حبوا الولاد الصغار على الأقل يطلعوا التجربة هذه، وصارت في مشكلة كبيرة وتم رفع الخيمة هذيكم بعد رجعوا وصارت مشكلة كبيرة. يبدو لي أنه في وعينا مازلنا ما تطورناش. هذه هي النقطة الأساسية أولى حبيت نحكي عليها. النقطة الثانية وهي صورة الأمني وهو مسفوك الدماء وملقى على القاع. من سرب هذه الصورة يجب أن يعاقب ويعاقب بعد فتح تحقيق. أنا الصورة دي تعرف بش فكرتني معز، فكرتني بصورة ماني جويلة 2013 حتى حد ما ينسيها راو. صورة جنودنا وهم مذبوحين في الشعان، ولا واحد ينجم ينسيها في تونس، والناس اللي تسمع فينا تاول كلها تتفكرها. من سرب تلك الصورة حتى حد ما تعاقب على تسريب الصورة دي؟ وشكون اللي انقل صورة رأس مبروك السلطاني وهو في الفرجدير؟ تلك الفضيحة، الفضيحة اللي قعدت في وجوه الناس كل مستحيل تمحى من التاريخ. رانا قاعدين نرتكبوا في آثام من غير ما في قري. حرمة الميت هي في نفس مستوى حرمة الحي. في الدول الأخرى ساعات نشوفوا نحن حتى في الأشرطة الوثائقية وحتى في بعض الأفلام خاصة للأمريكان مغرومين بالحاجة هذه، تصوير الشخصيات هذه كرموز يعني وكمنقذين، ويتم النفخ في بعض الشخصيات التي أحيانا لا قيمة لها، لا قيمة اعتبارية ولا قيمة رمزية ولا قيمة تاريخية لها، تولي شخصية مركزية في أعمال ثقافية وأعمال فنية وتولي عندها صدى وبعد كبير. نحن عنا الرموز وعنا الناس اللي ضحت برواحة، وعنا الشخصيات اللي من المفترض أن تكون لها قيمة اعتبارية كبيرة، أن تكون محور لعملية ثقافية فنية، لكن للأسف الشديد ما ملينا. عشرات الشهداء بما فيهم الشهداء اللي في عملية بنجردين، شفت شي عمل فني يوثق هذا؟ ما تشوف حتى شيء. شفت شي أنت في دروس التاريخ للولاد الصغار؟ شفت شي حاجة تتقرع للناس هذوما؟ ما تشوفش، تشوفها فقط مجرد أخبار عابرة من هنا. سرحان في بنجردين الشهيد عبد السلام السعفي، عبد السلام السعفي اللي كنا بنحكي عليه، باب الثكنة مش قصة تروى، وهو يعلم جيدا انه بفتحه لباب الثكنة سيستشهد. لا هو مش للتوضيح، مش الشهيد عبد السلام السعفي اللي فتح باب الثكنة، هو شهيد عبد الباسط عبد الباسط عبد السلام السعفي هو الذي جندل تقريبا 11 ارهابي. عبد الباسط هو الذي فتح باب الثكنة واللي افتحها هو عبد. شوف انا باش نحكي لك على زوز. شهيد عبد السلام اللي هو كان تقريبا من الشخصيات الرئيسية في عملية بنجردين الذي قتل الكثير، واللي كانوا حتى أثناء القتال يتحدث مع المواطنين ويطمن في المواطنين، اللي كان في الصفوف الأولى، اللي ضحى بحياته، اللي كان رمز وأسد للمقاومة التونسية، ألا يستحق عملا فنيا؟ حاجة أخرى، نرجع ديما لمارس 2015، شخصية أمنية، العبد اللي ما نحبش نذكر اسمه كاملا احتراما لأني ما خذيتش الرخصة من عنده باش نتكلم عليه. هذا الشخص كان في رخصة مرضية، كان في داره في باردو وكان حل الإذاعة وسمع أنه ثم عملية إرهابية في متحف باردو، وكانت ساقه مكسورة، مشى يجري الأقرب مكان خذا حاجة نجم يقص بها الجبس اللي موجود في ساقه وهو مازال مكسور، ودخل إلى مقر البرلمان والمتحف. أنا شخصيا كنت نشوف فيه بلا سلاح بلا حتى وسائل حماية، كان يدخل ويخرج على المتحف، أنقذ العشرات وضحى بحياته، وأنا كنت نتفرج فيه قدامي. هذا نموذج حي ومازال حي بيناتنا، ألا يستحق عملا فنيا؟ ما يستحقش عمل فني يوثق هذا؟ يا أخي علاش نبخسوا نحن في رموزنا؟ علاش نبخسوا فين في حقهم؟ علاش الناس الكل تعطي حق الرموز هذه في أعمال ثقافية في أعمال فنية ترسخ للشخصية؟ احنا نقتلوا في الشخصية التونسية، نقتلوا فين؟ نسوقوا للشخصية التونسية الانتهازية، شخصية تونسية المنافقة. عنا رموز ورموز مازالوا حيين، وعنا جانب مضيء، وعنا جانب مشرق في الدولة التونسية كجهاز رسمي، وعنا جانب مشرق في الدولة التونسية كمجتمع، كبناء سوسيولوجي، كبناء ثقافي، كبناء حتى بسيكولوجي. لازمنا نعتمد على هذه الكل ونبعدوا على المعطيات متاع الفرق. بما أن معز مازلنا نستناو الموقف الرسمي للدولة التونسية فيما يحدث في علاقة بما حدث في جربة، أتمنى أن يدفع الموقف الرسمي في الكلام اللي كنا نحكيه فيه، تثمين المجهود والحديث عن الرموز. هذو ما نتحكي عليهم الأعمال الدرامية وغيرها تسمى القوة الناعمة، هي قوة لكنها قوة ناعمة تؤرخ
اللي كنا نحكيو فيه لشهداء راهو اللي نحكيو فيه هذا كل واحد منه نجم يكون قصة، كل واحد نجبيها للعالم، تشبيه تونس، تونس اللي هي كافحت الإرهاب، تونس اللي خرجت الإرهاب، هذا تشبيه للعالم. في ثواني راهو اليوم حتى معناها العالم نجم يشوف صورة أخرى على تونس، مش قاعدة الصورة اللي قاعد يشوف فيها الآن أنه تونس بلدي وصدر الإرهاب وغيره، كلمة كان يتقال علينا وما زال يتقال على تونس في السنوات الفائتة. في ثواني فقط مش مستوعب. مش كم؟ وسائل الإعلام الدولية تقريبا الكل تسوق لصورة يعني الهجوم الإرهابي المسلح الذي أريد منه قتل وسفك دماء. أنا جاي بعد قليل. هذه التيرادة اللي قاعدين نسمعوا فيها من البارح لليوم، وجبنا نحن كتوانسة نتحدثوا على الأمنيين التوانسة اللي منعوا هذه المجزرة. هذوما رموز وهذوما أبطال وهذوما ناس ضحات برواحة وناس إلى الآن ما زالوا موجودين في المستشفى وهم جرحى الآن، وفيهم لقدر الله لقدر الله حالته خطيرة ونجم يموت. هذه صورة نجم نسوقوا لها، نحن نسوقوا للناس اللي تدافع على التوانسة وعلى غير التوانسة من مختلف الديانات، يسوقوا هما كيما يحبوا، لكن نحن نسوقوا للصورة الإيجابية وما ندخلوش في الترهات والتفاصيل متاع المعارك السياسية.